السيد رئيس الوزراء ضمن هذه المرحلة ينوي إجراء تعديلات. أكو ناس ما أدري تخاف الله وصلت لي معلومة يقول لك من الآن هنالك من يحاول أن يضغط أو حتى تصل أن يساوم رئيس الوزراء فيما إذا ذهب وزيره أو إذا راح أبو الخبزة من الوزارة. يا هالصديق يالي صدق يالي تذب أبو ميثاق. يعني الكل يكذب استاذ نجم بكل صراحه، بكل ما اعتد يعني انا اتكلم معك وامام جمهورك وعلى الهواء مباشره تماما، الكل يكذب في هذا الشان. اليوم من احدى المسائل المهمه اللي نوقشت في اجتماع تحالف اداره الدوله انه لو جرت العاده على التغيير الوزاري ومشت كل التحالفات السياسيه والاحزاب المنضويه في تشكيل الحكومه مع هذا الخيار ووافقت، يعني البديل هل يكون من صلاحية دولة رئيس الوزراء حصريا أم تعود الملكية القرار لنفس الكتلة ونفس الحزب في استبدال الوزير؟ هنا من هاي النقطة تعرف أنه الموضوع كله مبني على كذب في كذب. أعتقد اليوم الشغل الشاغل هو من بديل من، يعني اليوم لو هيأت لسين من الكتل خيارا أن تستبدل هي وزيرها يمكن أن يمضي هذا التغيير. أي. فأنت أضمن لي بالبداية من راح تبدل وزيري الفاشل أو الفاسد أن أنا أكون صاحب القدح المعلى وأن تستشيرني في بديلة يعني مسبقا قبل لا أن أوافق لك على يعني تنحيته أو استبداله، وهذا هم كبير وهذا ينطيك صورة أخرى نظرة من زاوية أخرى لمجريات الأمور. إذا أنا مو حريص أي. يعني على انه انفذ برنامج حكومي طموح لمحاربه الفساد، لا انا ممكن انا اكون جاي استثمر وجاي استبدل فاسد بفاسد وحرامي بحرامي تحت نفس اليافطه. ابو ميثاق نعم انت ما سامع هذا مرات شد ابو كلاش ياكل ابو جزمه. نعم. ها تمام عرفت المعنى بيها لو تخليني اعطيكها على الجو. تمام لا واضح واضح طالما لا واضح واضح خليها مستخلي خلي الطبق مستور ابو ميثاق يستر على عرك طالما انت قريب من الطباخين هاي الايام. انا عرفت اي لا تعرفها شات من الجنوب تدري بيها. نعم. طالما انت قريب من الطباخين يا من ولد الطباخين الطبخه الاخيره اللي تم الاتفاق عليه فيما اذا لو استبدل السيد رئيس الوزراء واحد من السادة الوزراء، الوزير البديل سيترك الخيار إلى دولة الرئيس لو إلى الزعيم المفدى؟ يعني هذه وجهات نظر مختلفة وتعرض لها دولة رئيس الوزراء نفسه بالإعلام، قال هناك محاولة لكسر صلاحيتي والتعدي على مساحتي ومساحة قراري وهذه صلاحياتي الدستورية، وكان واضح الرجل أنه إذا استبدلت أي واحد من الوزراء فليس للكتلة من وجهة نظره هو فليس للكتلة خيار استبداله أو إعطاء اسم البديل، بل الأمر يعود لرئيس الوزراء. وهنا المشكلة هي هنا المشاكل اللي تكمن فيها التفاصيل هي هاي التفاصيل، هنا يكمن الشيطان، هنا تكمن يعني المشاكل. الكتل الحزبية تعود إلى أصل الموضوع، يقول لك لا أنا مثل ما رشحت ابتداء وزير كل ما طلع هذا الوزير مخش آدمي عليه فد ملف معين تعود لي وترجع لي وتمنحني نفس الحق اللي مارسته بالبداية وتنطيني الحق مرة أخرى في ترشيح فاسد وحرامي آخر. وهنا يعني هذه حقيقة يعني تخدش الحياة وتخدش الوجدان. أنت لما بالبداية أصريت على أنه تتبنى فاسد وحرامي وقلت هذا نبي خوش. وهذا ملائكي وأزديت له نوع من القدسية من القداسة زي. لكن أنا كحكومة وكرئيس وزراء كشفت لك فساده وكشفت لك فشله، بأي حق تريد تستعمل نفس الحق النوب حتى تجيب لي حرامي ثاني؟ هذا مستوى فهم مختلف تماما وقراءات مختلفة. رئيس الوزراء يقرأ بشيء والكتل تقرأ بشكل ما شابه أبو ميثاق.